طيب بعد الانتهاء من مباراة السوبر البعثة عادت للقاهرة بسلامة الله. بيتسو موسيماني منح اللعيبة طبعا راحة لالتقاط الأنفاس بعد علقة كبيرة جدا شايفينها رايح جاي ما بين سان داونز في جنوب القارة إلى الدوحة لخوض مباراة السوبر، ثم الاستعداد إن شاء الله لمباراة الترجي وبينها مباريات الدوري والكاس بكل اللي انتوا تابعتوه الفترة اللي فاتت. كانت فرصة لالتقاط الأنفاس، وكابتن خطيب توجه في زيارة قصيرة إلى الإمارات. زار الكابتن خطيب النهاردة مقر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، كان في استقباله سعادة الشيخ راشد بن حميد رئيس اتحاد الإمارات في مقر الاتحاد، وحضرها عبد الله بن سعيد النعيمي رئيس مجلس إدارة نادي عجمان الأسبق، وعبد الله إبراهيم رئيس جمعية الإعلام الرياضي. وجه رئيس الاتحاد الإماراتي التهنئة للكابتن محمود الخطيب بعد فوز الأهلي المستحق بكأس السوبر الأفريقي، ودار حوار ودي للغاية عن العلاقات الطيبة بين الأهلي والكرة الإماراتية عامة، خاصة أنه كان الأهلي لسه كابتن الخطيب متلقي تهنئة الشيخ منع بن خليفة بن سعيد المكتوم. والشيخ منع يعني حد أهلاوي جدا مهتم جدا، وكابتن الخطيب عبر عن شكره الجزيل لتهنئة الشيخ منع. مؤكد علاقات قديمة وعلاقات تاريخية وعلاقات يعني بتؤكد هذا الشعور والحميمية. لكن النادي الأهلي ما هو بيشرفك، أيوه يعني هو أحد، هو سفير أيوه للمعنى الرياضي الحقيقي، أيوه فأينما حل لابد أن يكون موضع ترحيب، مش ترحيب عاطفي مبني من تشجيع أو مبني من انتماء، لا ده ترحيب بـ 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 بالقيمة، وأنه بيصدر الصورة اللي كل مرة بتبقى ملهمة لحاجات كتير جدا. بيتحرك إزاي، بيكسب إزاي، بيخسر إزاي، ضيف خفيف أينما حل، لا رغي ولا شكاوي ولا مهما حصل. هو يعني الحقيقة النادي الأهلي ممكن طبعا ناس تقول لك ما انتوا أهلاوية بتقولوا كده، بس احنا أهلاوية عشان كده، ايوه احنا مش أهلاوية بنقول كده بالظبط.